الجزائري رضوان الله تعالى عليه يروي عن النبي أنه قال جبرائيل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله بعث عليا مع الأنبياء باطنا وبعثه معك ظاهرا. أمير المؤمنين فيما روي عنه صلوات الله وسلامه عليه في اللمعة البيضاء وغيرها من المصادر يقول لمن سأله عن فضله على الأنبياء الذين أعطوا من الفضل الواسع والعناية الإلهية، قال: والله قد كنت مع إبراهيم في النار، أنا وجودي، وأنا الذي جعلتها بردا وسلاما، وكنت مع نوح في السفينة فأنجيته من الغرق، وكنت مع موسى فعلمته التوراة، وأنطقت عيسى في المهد وعلمته الإنجيل، وكنت مع يوسف في الجب فأنجيته من كيد إخوته، وكنت مع سليمان على البساط وسخرت له الرياح،